السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير. معكم حسام، وفي الفيديو خليني اشرح لكم اسرع طريقة تحمل فيها جراند ديفت اوتو على حسب نتك، والنسخة هذه طبعا على البي سي بكراك. فالله اعلم، اذا عندك طريقة معينة تقدر تخليها اونلاين روح يا معلم. طيب، ادخل اول حاجة في الرابط الموجود في خانة الوصف، انا حاطه طبعا واضح قدامك ان شاء الله، وراح تدخل هذه الصفحة على طول. انزل لتحت راح تحصل كذا بعض الصور من اللعبة، وخلونا ندخل في المواصفات. وقبل لا اقول لكم يعني اي حاجة، تأكد ان مواصفات جهازك تدعم اللعبة علشان ما تتعب نفسك وتحمل، وفي النهاية ما حتستفيد حاجة. انا ابغى منك 3 حاجات، ابغى منك باور ايزو، ابغى منك داونلود مانجر، ابغى منك يعني جهاز كويس وباور ايزو. طيب، اول حاجة راح نبدأ في نظام التشغيل الويندوز اوبريشن سيستم. طبعا لينكس ما ادري عنه اول ماك، بس خلينا في الويندوز. يعني اذا عندك ويندوز 7 وانت طالع 7 8 9 9 ما في 10، واذا في شيء في المستقبل يعني اذا الفيديو هذا صار قديم بالنسبه لك روح يا معلم، ولازم يكون 64 بت. وبالنسبه للسي بي يو اللي هو المعالج، انا انصح اقل شيء 5 أو 7 وانت طالع في المستقبل ان شاء الله، لكن 3 اي كراي 7 كويس للالعاب، اي كراي 3 تعبان يعني ما انصح فيه له. فنروح للرامات، الرامات 4، مع اني انا اشوف 4 جدا سيء حتى. يعني يمكن قال لك 4 على الموقع على اساس انه اذا كان جهازك مرة تعبان وانت تبغى اللعبة باي طريقة وما يفرق معك، فاذا عندك مثلا 4 كأدنى يعني رام استخدمه، لكن حتستخدم اقل جودة يعني اقل جرافيكس، فانت يعني ادرى بنفسك وبجهازك. بس انا ما انصح الا ب8 وانت طالع، حتى 8 احسه تعبان شوية. وكمان لازم الهارد ديسك حقك يكون يعني عنده مساحة كبيرة عشان تقدر تحط اللعبة، فهو طالب يعني 56، وبعد ما تثبت راح تصير 65، يعني يبغالك 150 واكثر، اكثر من 150 بكثير. فان شاء الله يكون عندك مساحة فاضية، او خليك زيي حط الألعاب كده في هارد ديسك خارجي علشان تستخدمها وقت ما تبغى وما تأثر على جهازك ولا تضايقك، اشبك الهارد ديسك والعب. لكن التثبيت حق اللعبة ضروري يكون في اللعبة، عفوا ضروري يكون في الجهاز نفسه. طبعا اذا تسأل انت ايش احسن في البي سي، يعني يكون ديسكتوب ولا لابتوب، انا انصحك يكون ديسكتوب، لانه انا قاعد استخدم اللابتوب. لكن على حسب نوع الجهاز، اذا يستحمل وفي له مراوح وانت تهتم فيه له دائما روح يا معلم في اللابتوب. الحين خلينا ندخل في التحميل، هتضغط الداونلود هذا كتحميل مجاني والبريميوم في اي بي اذا كانت عندك عضويه في الموقع، فاضغط داونلود وراح يحمل لك تلقائيا بمجرد ما انك تدخل هذه الصفحه. How to install Grand Theft Auto V game without errors. اوكي، حجم اللعبة 60 جيجا، فانت حتبدأ تحمل اللعبة طبعا عشان كده انصحك في انترنت داونلود مانجر. انا ما حملت اللعبة في نت، يعني اضطريت اني اروح استخدم نت اخر بحكم ان النت عندي في البيت ضعيف، عشان كده ما سوي بثوث مباشرة. فبعد ما تخلص التحميل ان شاء الله، اللي عنده الياف بصرية حيحملها في 6 ساعات كأقصى حد، يعني انت ونتك، فيبالك صبر عميق. بعد ما تخلص هذا الفيديو، بعد ما تحمل اللعبة وانت تحدد مكانها، اتجه لجوجل واكتب باور ايزو داونلود. بعد ما تدخل ادخل داونلود باور ايزو من موقع باور ايزو نفسه، فعلى حسب نوع الجهاز ضروري يكون 64 بت. كيف تعرف اذا كمبيوترك او لابتوبك يستحمل ال 64 بت؟ لازم تتأكد انك اصلا انت مثبته من اول ما ثبتت الويندوز. تروح لكمبيوتر خصائص، بعدها يطلع لك كل المواصفات حق جهازك. سيبوك من مواصفات جهازي، تنحرق مواصفات جهازي، لكن احنا نحتاج شيء كويس. يعني انا مثلا حقول لكم، انا عندي اي كور اي 7، عندي 2 جيجا هيتس، يعني هي كلبه نوعا ما لكن جيده في اوضاع اخرى، 12 جيجا رام ومستخدم 11، ف 64 بت عندي ما يحتاج يعني، وبقيه الاشياء ما لها داعي ما لها دخل باللعبه، وانا ويندوز 10 الحمد لله. بعد ما تحمل هذا كله وتحمل الباور ايزو، يعني نحمل 1 ميجا ياخذ نت، لكن خلينا نثبت
تثبتوا مع بعض. فبعد ما تثبت الباور ايزو ان شاء الله ويكون نظامه نفس نظامك، لازم 64 بت، ضغط نيكست نيكست. طبعا حتجيك النسخة فري المجانية، لكن انت سلكس ثاني ايش يقول لي ذا وده. انا ما طلبت انتي فايروس، هو حيحط لك انتي فايروس انت يحدث بعدين، واذا ما عندك استخدمه من البركة. بعد ما يحمل والله شكله مطول، يعني خلينا نشوف شيء. فينش لانش. طبعا هذه النسخة يقول لك شكرا على تجربة باور ايزو، هي نسخة ما يعني فري، احنا ما نبغى يعني حاجة ثانية. راح يطلب منك انك تقفل الجهاز وتشغله، هي قروشة بس عوافي. يعني نيجي هنا مثلا عند النسخة حقتي اهو، بعد ما حملتها تيجي عند باور ايزو، طبعا تضغط كليك يمين، ولما توصل تحط قرص واحد، حيقول لك يجب اعادة تشغيل الكمبيوتر. انا راح اوقف الفيديو وراح نرجع بعد ما اوكي، بعد ما حملنا باور ايزو ثبتنا وسوينا اعادة التشغيل، نيجي على جهاز الكمبيوتر نضغط كليك يمين على احد القرصين ونضغط على الباور ايزو، بعدها set numbers of drivers، خذ واحد لانك ما هتحتاج مثلا 100 مليون مثلا، لا طبعا. تدخل على البورايزو هذا اللي انت ثبتته اللي يعتبر القرص الوهمي، بعدين تتجه على ايش، على جراند ديفت اوتو. طيب بعدها خلاص يصير قال لك ان انت الحين معك شريط، وقال لك انك ركبته في الجهاز، تضغط فتح، بعد الفتح تروح للقائمة هذه، راح تحصل الكراك وراح تحصل السيت اب، حتثبت السيت اب بعدين الكراك. ما ينفع الكراك اول لانه انت ما عندك مجلد اصلا اسمه جراند ثيفت اوتو. طيب الحين وصلنا لمرحلة الصبر، لازم يكون عندك صبر، لازم يكون عندك صبر لانه التحميل او التثبيت هذا حيطول. عادي حط صح على كل هذه الاشياء، التحميل حيطول، يعني مثلا روح انبسط، روح تابع مقاطعي، انبسط يعني سوي اي حاجه. فانا حوقف يعني الفيديو عبال ما يخلص التثبيت، ما راح المس الماوس نهائيا الا بعد ما يثبت. وفي طريقه ثانيه انك تضغطه بالوينرار وتفتحه، تضغط مثلا open with the winrar. winrar طبعا حطيت لكم برضو الرابط في خانة الوصف، راح تحصلون هذا الزر تضغطونه setup، هو راح يبدأ يعني يجمع كل الملفات علشان يفتحها، فراح يطول. فانا سويت يعني خلاص قدني انا مخلص تثبيت، وتثبيت ناجح بهذه الطريقة. لما تشوفون هذه الخيارات معناتها وضعكم تمام. فأنا أنصحكم يعني تثبتون كل البرامج هذه علشان هي اللي هتساعد في تشغيل اللعبة، لأنه لو واحد فيهم مثبت ما رح يضبط معك. أنا بس بتأكد أني أنا مثبتها كلها علشان كده مخليها اللغة، خليها إنجليش. أها الحين يبدأ يتفاهم مع البرامج. هذا كمان برنامج ضروري، روكستار جيمز سبيشال مدري سوشيال كلاب سيتاب اوكي او سيراب، خلصنا منه الحمد لله. هذا كمان برنامج مهم، وهذا دريكتور، هذا مهم كمان. ليش مهم هذا البرنامج؟ لانه هذا يساعد في تشغيل الالعاب ويفعل اشياء موجوده في كرت الشاشه حقه الجهاز، فهو حيثبت من حاله ويحمل من النت. يعني إذا ما كان محمل، في أنواع كثيرة من الدريكت، هذا دريتكس، في مثلا دريتكس 9، في 6 حق زمان ويندوز إكس بي، ويندوز 7 دريتكس 9 مدري 8 مدري 10، لكن حاليا التكنولوجيا موصلة 12 و13. أنا الجهاز حقي الحمد لله نيفيديا جيفرتكس 950، مع أنه في 1080 أنا أعرف، بس
950 برضه شيء مبطل ويعني كويس مرة. ودريتكس 12 وكمان ويندوز 10 أكيد هو السبب. فيلا خلينا نستنى يحمل علشان أقدر أكمل قاعد يجمع كل الملفات هذه، سواء ترى في جراند ولا في أي لعبة ثانية ترى أنت هتحتاج هذا البرنامج. نصيحة من أخي يعني، طبعا أنا مثبت عشان كده يقول لي تبى إصلاح، أنا مثبت 100% ما هحتاجه، وهذا أنا كمان مثبته ما هحتاجه. هذه البرامج ترى كمان مهمة إنها شغلت لي المود حق فينال فانتسي 8 البي سي. هذه البرامج ترى مرة مفيدة في الجهاز. طيب احنا كذا خلصنا تثبيت جميع الملفات بإذن الواحد الأحد، وباقي الحين بس نحط الكراك. الكراك لو حطيته بطريقة عشوائية يا حبيبي السلام عليكم، هتعيد تثبيت اللعبة من جديد، ويمكن إذا انقفط والنت حقك مفتوح يعني، أو إنه في برنامج أو مو برنامج، في ملف يعني تلف مع التثبيت، يمكن يكشف أمرك إنه هذه اللعبة ما هي أصلية. فخلينا نروح للملف حقي هذا ونضغط كليك يمين ونضغط هنا، خلاص موجود. حطه هنا ثانية، لا 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 استنى، فاتح كراك، اسحب كل الملفات ارميها يا معلم. ناس خوست الدال ضروري كافة الملفات. طيب فالحين نيجي عند جي تي اي في لانش، نسوي تشغيل كمسؤول. ان شاء الله تشتغل، ان شاء الله تشتغل، ان شاء الله ما نتفشل. هذه الطريقة مضمونة مرة يعني، شكرا كمان للي علمني هذه الطريقة، انا ما انولدت اعرفها. الفريمات استنى، التصوير واضح يا رب، التصوير واضح. Guys. بالنسبة لجدار الحماية أنا ما أدري هل يا ترى تسوي السماح ولا لا، علشان الأونلاين ما أضمن. أنا عن نفسي بسوي السماح وبتهور في حالة إنه كشفني إني أنا حاط كراك، أنا ما عندي أي مشكلة. لكن أنت عن نفسك أنا أنصحك إنك ما تحط هذه الخيارات، خليه كذا علشان ما يقدر يكشف موضوعك. فإذا كشف موضوعك اللعبة حتتقفل عليك. فإن شاء الله كمان التصوير واضح. فيلا نجرب الحين. زي ما تشايفين هذا على البي سي، أنا حطيت برنامج يخلي يد البلاي ستيشن 4 تشتغل على على البي سي وكأنها يد اكس بوكس. فأنا قاعد أضحك على اللعبة وهي تضحك علي ومدري نضحك على مين. عموما شعارنا في الحياة خلي الناس تنبسط. فأنا دحين ما حفوت ولا فرصة، حوريكم كل حاجة بالتفصيل. غير هذا مربعات طبعا، فأنا حوريكم كل حاجة بالتفصيل يعني على اساس انه اوريكم انه المصداقيه اهم شيء في القناه، يعني ما في شيء غلط، كله ماشي تمام. الحين اللودينج جالس يلف، لودينج ستوري مود، الاونلاين ما عندي شيء اكيد عنه، بس حجرب الاونلاين حنشوف كيف يضبط ولا لا. وفي نفس الوقت عندي فكره ثانيه كمان لازم اقولها لكم، اللي هي اذا شفتوا الفريمات ضاربه اعرفوا انه هذا من التصوير نفسه. يعني انا الحين جالس العب على جودة 1080 والجرافيكس باقصى جودة. آه!
اوكي زي ما انتم شايفين اللعبه شغاله تماما 100%. اعذروني بس على الفريمات, اعذروني وبشده على الفريمات. والله انا شايف الفريمات تمام يعني, لكن عندكم ما ادري. ف يعني خلينا نروح عند الجرافيكس. هو في جرافيك اعدادات جرافيكس لانه بي سي دريتكس 11, هو في اعلى من 11 لكن اللعبه تدعم ايش ده. لا لا اجنور, لا ما نبغى اجنور, خليها فول سكرين. لا حخليها كذا عشان تقدر تشوفوا معايا. طيب شوفوا, ها انا حصغر لكم الشاشه علشان اوريكم انه انا فعلا جالس العب. بس خلينا اسوي ابلاي فينها ابلاي. شوفوا ما شاء الله الجرافيكس, بسم الله ما شاء الله, فيري هاي فيري هاي, الشادو هاي فيري هاي, لا هذا ما احتاجه طبعا, الورور هاي, هذا هاي مدري عنه, كل شيء عندي هاي. يعني الاعدادات عندي قوية مرة, حتى 16 آخر شيء يعني أقصى شيء 16 في أوفي و 2 4 6 8 وزي كذا الآخر يعني مثلا, ف 16 ما شاء الله كله عندي هاي. هذا إثبات على أنه جهازي الحمد لله حق جيمز, لكن مو ذاك يعني. أنا الحين قاعد أستخدم ترى نص مكتوب هنا فوق فيديو, دقيقة أيوة شوفوا هنا, شوفوا فيديو ميموري اللي هو كرت الشاشة, أنا قاعد أستخدم النص وعندي كمان النص. يعني لو مثلا الحين أسوي كذا على 60 الفريمات ما أدري عنه, دقيقة خليني آها لازم أحط فول سكرين. أيوة شوفوا ها فول اتش دي, هخليها 16 هذه ما أدري عنها. لو أزود مع أنه الفريمات حتضرب في التصوير. أوكي وضعنا تمام الحمد لله, الوضع تمام. طيب أوكي عشان ما أطول عليكم خلينا ندش في الموضوع. مربع الله يستر, ما أدري هل يا ترى واضح عندكم التصوير؟ أتأكد بس واضح التصوير؟ أنا ما أدري بس حتراجع دقيقة. خلينا نجرب شوي دقيقة, خلينا نلعب. الحمد لله الفريمات تمام, 60 فريم ولا 30. دقيقة خلينا نهدد, ولا استنى أنا فين أوصل. أوكي ندخل. يلا استسلموا. Get in there. الله الله. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. يلا تحرك. Get these assholes in the closet. يلا. اقلب وجهك انت وياه. يلا انت تحرك. يلا. يلا. In the back. Come on. يلا. 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 وضعنا تمام. All set. Phone it in. I'm calling it. All right. We can do this? Huh? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Show me the money. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. طيب guys دقيقة خلنا الصوت عشان أقول لكم سالفة قبل لا أنهي الفيديو. Guys اللهم صل على محمد. الحين أنا زي ما وريتكم اللعبة عندي تمام ومستعد أصور لكم يعني أشياء غريبة أشياء حلوة فيها. بس لا تنسون الدعم يعني, ضبطونا هاشتاج ضبطني, ضبطني بسبسكرايب. دقيقة إيش هذا؟ أوكي ضبطني بسبسكرايب عشان إذا شفت دعم في هذا المقطع يمكن أن أنزل لكم مودات يعني مثلا سيارات عربية هي مشهورة. أدري أنه هذا الكلام يعني عند الناس,
لكن يمكن أنا أجيب إضافات، أجيب أشياء ما قد أحد جابها، ما تدرون يعني دون جدج. فوصلنا نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا، وكان معاكم حسام، في أمان الله. Sirens! Fuck the cops!